على طريق دمشق حمص، وفي حادث مروع غيب الموت اليوم عراب ورئيس نادي تشرين طارق زيني أو الريس كما يطلق عليه أبناء النادي، الرجل الذي لم يبخل بأي شيء لأجل ناديه وجمهوره، لدرجة أنه باع سيارته يوما ما لتأمين رواتب اللاعبين. نجح الريس بانتشال فريق تشرين من حالة الانهيار والوصول به لتحقيق وصافة الدور السوري لكرة القدم في أول موسم له برئاسة النادي، واستمرت النتائج بالتعاظم لينجح في تحقيق بطولة الدور السوري آخر 3 مواسم. عرف عنه اهتمامه بقواعد النادي والمواهب الناشئة سواء بكرة القدم أو السلة أو بقية الألعاب، لينجح بتحويل تشرين إلى الرقم الصعب في الرياضة السورية. سيبقى المدرج الجنوبي يهتف باسمك، باسم الشخص الذي أعاد لتشرين اسمه. رحلت مبكرا يا ريس، لكنك ستبقى دائما في قلوب جماهير الرياضة السورية. طارق زيني، لروحك السلام.